السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم وصفة جديدة. اليوم غادي نقدم لكم قريشلات اللي كيجيو زوينين وسهلين في التحضير وبمقادير اللي هي مختلفة وكيجيو رائعين. كنتمنى تعجبكم هذه الوصفة. وبلا ما نطول عليكم ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. بالنسبة لمقادير هذه القريشلات، عندنا كاس لارد ديال الزيت، كاس سكر سنيدة، نص كاس ديال الماء، وكاس ونص ديال اللبن. هاد اللبن هو السر ديال النجاح. هاد القريشلات هادو كيجيو خفافين وزوينين بزاف. عندنا ملعقه كبيره ديال الخميره، وملعقه كبيره ديال الزبده، بيضه، دقيق حسب الخليط. عندنا وحده خماره وزن 7 غرام، وواحد سكر فاني. وهنايا عندي شويه ديال النافع وحبه حلاوه، هادو اختياريين، اللي ما كيعجبوش ما يديرهم، صافي يكتفي غير بالفاني. هنا في الكاسرونه غادي ندير داك نص كاس ديال الماء وكاس ونص ديال اللبن، ونزيد عليهم ديك القطعه ديال ملعقه كبيره ديال الزبده، وغادي نديرهم فوق العافيه باش يسخنوا شويه باش تخمر لينا العجينه دغيا، وفي نفس الوقت تذوب الزبده. كاس ديال السكر سنيده، وكاس لارد ديال الزيت، وغادي نسمهم بواحد فاني وبيضه، وغادي نخليهم نضربهم شويه بالطراب. يمكن لكم تستعملوا غير، انا دابا غادي نستعمل العجانه باش تسهل عليا، وانتم تستعملوا اللي بغيتوا. من بعد ما خليت ديك العناصر تخلطات شويه، دابا غادي نضيف لهم معلقه كبيره ديال الخميره، حبيبات ولا معجونه اللي كان، نافع وحبه حلاوه كما قلت لكم، يمكن لكم تستغناو عليها، انا كيعجبني المذاق ديالهم. وغادي نضيف داك الخليط ديال اللبن مع الزبده، وغادي نضيف الدقيق على حسب الخليط يتجمع ليا العجينه. ما غاديش تكون قاصحه بزاف، وما غاديش تكون رطبه بزاف، غادي تكون عجينه شويه رطبه. وغادي نزيد ديك الخماره، اللي عندهم الخماره ديال العبار يمكن لهم يديروا ملعقه صغيره عامره مزيان. وغادي نستمر في العجن حتى تجمع لي العجينه. من بعد ما ضفت ليها الدقيق اللي غادي يكفاها، هذا هو القوام ديال العجينه، كتكون على هذا الشكل، هذا كتكون رطبه، كتكون رطبه بحال هكا. من بعد ما ارتاحت العجينه وخمرات على خاطرها وضعف الحجم ديالها، دابا غادي نشكلها كريسات. انا نديرهم كريسات متوسطين ديال متوسطين الحجم، يمكن لكم نتوما ديروهم الحجم اللي بغيتو، كبار ولا متوسطين ولا صغيرين كاع. المهم انا غادي نشكلهم كاملات العجينه كريسات، ونتلاقاو من بعد.
من بعد ما شكلتهم على هذا الشكل هذا، دابا غادي ندهنهم وجههم شويه الزيت، شويه الزيت ونقرصهم شويه باش ما يجيوش منفوخين بزاف، يجيو مقادين. وضروري تدهنوا لهم وجههم بالزيت باش كيجيو محمرين وكيعطيهم داك اللون المذهب. ومن بعد ما خليتهم ارتاحوا وخمروا في خاطرهم وضعف الحجم ديالهم، دابا غادي ندهنهم بالبيض اللي فيه قطيره ديال الخل وشويه وقطيره ديال الحليب. غادي ندهنهم مزيان وتجنب ديالهم باش يجيو محمرين، وغادي ندخلهم يطيبوا ان شاء الله. وغادي نزينهم من الفوق بالزنجلان اللي محمر. وهذا هو شكل القيش لاس من بعد ما خرجتهم من الفران، كيجيو محمرين ومذهبين، وداك اللبن كيعطيهم واحد الهشاشه وكيجيو مقطنين وخفاف. عندي وصفه اخرى في القناه ديال قراش بطريقه اخرى اللي سهله وسريعه كذلك، غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. وكنتمنى هاد القراش اللي يعجبوكم وتجربوهم ويعجبوا العائلات ديالكم. والبنات الجداد ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وإلى اللقاء مع وصفة جديدة إن شاء الله.